اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، نحييكم ولكم اجمل تحيه من سباقات الهجن في دوله الكويت لهذا الميدان العريق. اليوم حقيقه نشاهد هذه المنافسات على جائزه النادي التقديريه. مشاهدينا الكرام خلكم ويانا. الرحيم مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعينا رياضة الهجن العربية الأصيلة، أعلنت البداية وأعلن التحدي والمنافسة للسباق 11 على أرضية مضمار الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح، الذي يحتضن هذه الشعارات المتنافسة في الشوط الأول. شوط الحيل ينطلق بحفظ الله ورعايته، ينطلق مع هذه الشعارات المتواجدة الباحثة عن الإنجاز، الباحثة عن الناموس الغالي. نعم، ننطلق مشاهدين الكرام مع أول جولة تعريفية على المراكز المتواجدة والمنطلقة في هذا المعترك الكبير. نرى على المركز الأول في هذه اللحظات هنالك الجذابة في أول المراكز، تنطلق مع سلطان بن شافي بن حمود العجمي الذي يتواجد على المركز الأول بصحبة الجذابة المنطلقة. نقلتنا بدورنا إلى ثاني المراكز، نرى ونتعرف على المركز الثاني في هذه اللحظات، وصلت هنالك شوشرة متواجدة لفهد بن عويضة بن فهد العجمي المتواجد على ثاني المراكز بهذا الانطلاق الشيق مع تحديات هذا الشعار الذي صال وجال في جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة والتمثيل الخارجي لدولة الكويت. نرى في هذه اللحظات هنالك على ثالث المراكز من الواصلة ومن المنطلقة، من التي انضمت إلى المعركة الكبرى، معركة الشوط الأول شوط الحيل. وصلت هنالك براقة لسلطان بن شافي بن حمود العجمي الذي ينطلق باسم آخر، وهنالك اسم ثالث مع نوفا القادمة المنطلقة لسلطان بن شافي بن حمود العجمي الذي يرمي بثقله في شوط الحيل يستهدف هذا الشوط. الله الله الله. نقلتنا مشاهدين الكرام إلى خامس الأسماء، وصل زايد بن مجد بن عواض العتيبي، وصل راعي رسائل، وصل راعي معتاد، وصل راعي الأسماء الرنانة المتواجد في هذه اللحظات مع انطلاقة لن المتواجدة والمنطلقة على خامس المراكز. نقلتنا مشاهدين الكرام إلى سادس المراكز، وصلت هنالك قطنة لفراج بن محمد العجمي، وصل بانطلاقة شعاره وتحدياته. مرحبا بك يا أبو محمد وبجميع المتنافسين والمنطلقين في هذا الشوط شوط الحيل. نقلتنا مشاهدين الكرام إلى المتواجدة على سابع المراكز، هنالك التماس منطلق انطلاقا ممتاز هنالك مع تحديات خميس بن شبيب بن خميس بن رمثان متواجد ومنطلق على سابع المراكز بتحديات هذا الاسم المتواجد بمتابعة شبيب الذي يتابع هذا الشعار الشاب الذي يطمح كذلك بانتزاع نقطة في هذا المساء، مع تحديات الكبار، مع تحديات الأشواط، مع تحديات المتواجدين المخضرمين في عالم الهجن والتضمير. نقلتنا مشاهدين الكرام إلى الواصلة في ثامن المراكز، هنالك نوادر، وصل راعي الغزيل، وصل بادي بن ناصر بن بادي السهلي المفاجئ. نعم، يتواجد في هذه اللحظات، يقدم لنا نوادر متواجدة على ثامن المراكز وتاسعا. مرحبا بصاحبة الشوط، مرحبا بمن انتزعت هذا الشوط هنالك في الأسبوع الماضي، وصل قبلان
وصل قبلان بن جمعان بن سالم الدوسري مع فرح. فرح يا صاحبة اللقب، فرح يا صاحبة اللقب، يا متابعين يا مشاركين. الله الله الله، وصلت في هذه اللحظات على عاشر المراكز. هنالك انتباه انتباه يا ابن نشير، انتباه، متواجدة على عاشر المراكز، تنطلق لعلي بن عبد الهادي بن حمد المري. بن نشير متواجد على عاشر المراكز، وين انتباه يا ابن نشير؟ وين ماضي انتباه يا ابن نشير؟ الله 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 الله. نعود مشاهدينا الكرام، بعد انقضاء الثلاثة كيلومترات بدأت قصة جديدة، بدأ تحدي جديد، بدأت هنالك الجذابة، بدأت الجذابة بالمفارقة هنالك مع تحديات وانطلاقة سلطان بن شافي بن حمود العجمي الذي يقدم لنا الجذابة هنالك كأحد الأوراق الرابحة لهذا الشعار. نعم يقدم لنا ثلاثة أسماء في هذا المعترك الكبير، ولكن مالك شوشرة متواجد متفطنا متيقنا لهذا الانطلاق لهذا التحدي. تابع يا سعد هذا الانطلاق الشيق مع تحديات شوشرة المتواجد المنطلق انطلاقا ممتاز مع فهد بن عويضة مع أبو ناصر. يلا يا أبو ناصر، يلا يا أبو ناصر، وصلت المرشحة الأولى. الله، وصل قبلان، وصل قبلان بن جمعان بن سالم الدوسري، وصلت فرح، وصلت فرح. الله الله، وصلت المرشحة الأقوى، وصلت المرشحة الرئيسية، وصلت فرح في هذه اللحظات، انطلقت إلى ثاني المراكز، عينها على الناموس، عينها على المركز الأول. الله الله، ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ انطلقت براقة على ثالث المراكز، سلطان بن شافي متيقنا بتواجد فرح، بخطورتها، بتحدياتها، بانطلاقتها هنالك بهذا الشكل. ما شاء الله تبارك الرحمن، متواجد هنالك الانطلاق مع رابع المراكز بادي، بادي يا بادي، وصل بادي بن ناصر بن بادي السهلي على رابع المراكز وخامسا، وصلت هنالك نوفا للسلطان بن شافي بن حمود العجمي، وصلت لن هنالك لزايد بن مجدل بن عواض العتيبي. ارتفع رتم هذا الشوط بتحديات الاسماء. الله الله، الجذابة لا زالت على المركز الاول، الجذابة للسلطان بن شافي بن حمود العجمي، ولكن فرح 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 على المركز الاول هنالك على مقدمة الشوط لجمعان او من يتواجد قبلان بن جمعان بن سالم الدوسري يتواجد هنالك مع ثاني المراكز، عينه على مقدمة الشوط، ولكن بن نشير. الله يا بن نشير، وصل بن نشير يقول أنا حاضر، أنا حاضر في هذا المعترك الكبير، قدم لنا انتباه، ولكن هنالك زايد بن مجدل بن عواض العتيبي، راعي عوايد، والله راعي عوايد يا راعي معتاد، وصلت لن في هذه اللحظات. الله الله، الخطورة من لن، وصلت في هذه اللحظات، ووصل سلطان بن شافي، ووصل علي بن نشير. الله الله الله، فرح يا فرح، فرح يا فرح، فرح على المركز الأول في هذه اللحظات، قبلان بن جمعان الدوسري، ولكن وصلت لن في هذه اللحظات، ووصلت انتباه، بدأ التحدي، بدأ الانطلاق، بدأت السلام، يا سلام، انتباه انتباه انتباه، تعود إلى ماضيها العريق. الله يا انتباه، علي بن عبد الهادي بن نشير المري ينضم إلى الصفوف الأولية، ولكن الخطورة من براقة، وصلت براقة، وصل السلطان بن شافي بن حمود العجمي، وهنالك لن متواجدة على ثالث المراكز. يا سلام يا سلام، ولكن المركز الأول لا زالت هنالك انتباه انتباه، براقة لن فرح، يا سلام يا سلام، هنالك الانطلاق مع انتباه انتباه انتباه. الله الله الله، انتباه، جذبت الأضواء، جذبت عدسات الكاميرات، جذبت التعليق معها. الله الله يا انتباه انتباه، بعروض ممتازة، انتباه بعروض خيالية.
الحالية. انتباه، الله يا انتباه، الله يا انتباه. عادت إلى ماضيها العريق، هاي بعروضها الممتازة مع علي بن عبد الهادي بن نشير المري. سلام بيوسف، سلام، سلام وتحية واحترام، سلام لانتباه، سلام لعلي بن عبد الهادي بن نشير. الله الله الله، يسطر الأمجاد مع تحديات انتباه لعلي بن عبد الهادي بن نشير المري. تهانينا والف مبروك على حصول انتباه على شوط الحيل، تهانينا والف مبروك. ثاني المراكز كان الوصول مع للي زايد بن مجد بن عواض العتيبي، ثالث المراكز سلطان بن شافي بن حمود العجمي، رابع المراكز حشر بن ظفر الهاجري، اما خامس المراكز هنالك فراج بن محمد. مشاهدين الكرام، شوط السيف أو شوط هنالك الكاس ينطلق في هذه اللحظات مع تحديات هذه الأسماء المتواجدة، ونتمنى لهم بأن يتكون كذلك هذه الشعارات لهم آمال وطموحات للسيوف وكذلك الشلف وكذلك الكؤوس والتمثيل الخارجي لدولة الكويت. ينطلق في هذه اللحظات هنالك شوط الكاس، ينطلق مع تحديات هذه الشعارات المنطلقة المتواجدة المتنافسة مع هذه الأسماء. ننطلق مشاهدين الكرام مباشرة مع المركز الأول مع شعار هنالك بن بنا الذي يتواجد على المركز الأول، ينطلق انطلاقا ممتاز مع تحديات شعاره المتواجد على المركز الأول الذي يقدم لنا العنود المتواجدة لجابر بن مسعود بن جابر بن بنا المري متواجد على المركز الأول. نقلتنا إلى ثاني الأسماء، من الواصلة في هذه اللحظات؟ هنالك أسباب، وصلت أسباب في هذه اللحظات، انطلقت أسباب على ثاني المراكز منطلقة بشعار ماجد بن فرج بن زامل الظفيري المتواجد المنطلق الحاصل على ثلاثة رموز في الفترة الصباحية مع سن الصغار مع سن الفطامين، يتواجد في هذه اللحظات مع تحديات الكاس. الله الله الله، القبلة ممتازة يا ابو مساعد مع تحديات الفترة الصباحية، ولكن الفترة المسائية هنالك المسافة 6 كيلومترات مع هذه الشعارات المتواجدة والمنطلقة. أسباب على ثاني المراكز لماجد بن فرج الظفيري، وثالثا هنالك المتواجدة والمنطلقة في هذه اللحظات. هنالك التحدي والمنافسة مع انطلاقة عايد بن مناور الظفيري متواجد مع سليل المنطلقة المتواجدة بهذا الشعار مع تحديات هذا الاسم مع انطلاقة عايد بن مناور. يلا يا عايد، الله، متواجدة سليل في هذه اللحظات في الصفوف الأمامية مع انطلاقة الكاس. نقلتنا مشاهدين الكرام إلى زايد بن مجد بن عواض العتيبي، وصل في هذه اللحظات مع انطلاقة وديان منطلقة على ثالث المراكز بتحديات زايد بن مجد بن عواض العتيبي. نقلتنا إلى خامس المراكز، وصلت شودة وصلت في هذه اللحظات لسلطان بن شافي بن حمود العجمي المنطلق في هذه اللحظات على رابع المراكز بتحديات شودة صاحبة إنجازات في هذا الموسم مع تحديات هذا الشعار. نقلتنا مشاهدين الكرام إلى سادس الأسماء، وصلت في هذه اللحظات وانطلقت هنالك أفراح، وصل راعي فرح في هذه اللحظات يقدم لنا هنالك انطلاقة أفراح لقبلان بن جمعان بن سالم الدوسري متواجدا على سادس المراكز وسابعا. الله الله الله، وصل في هذه اللحظات، وصل المتحدي دائما، وصل المزعج هنالك عبد الله من يتواجد بن زيد بن متعب الإجباري متواجدا منطلقا مع مشكلة. نعم، يختار كذلك الأسماء التي تسبب ربكة في التحدي والمنافسة، اختار أسماء التحدي أسماء المنافسة. ينطلق في هذه اللحظات مع سابع المراكز، يا سلام،
نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى ثامن المراكز. وصلت في هذه اللحظات هنالك وانطلقت الشاهينية لعبد الله بن مسعود بن جابر بن بنا المري، ينطلق مع ثامن المراكز. وتاسعا وصلت هملولو، يا سلام، وصلت هملولو في هذه اللحظات صاحبة إنجاز كذلك مع تحديات هذا الشعار راشد بن علي بن محمد المري المتواجد بالحمر. وهنالك الانطلاق مع عاشر المراكز، وصلت في هذه اللحظات وانطلقت قوت متواجدة لراشد بن علي بن بالحمر. وهنالك من يتواجد وينضم إلى العشرة المراكز الأولى، هنالك الانطلاق مع هيبة ربيح بن فراج الوطيب العجمي. هاي العشرة المراكز الأولى. مع وديان، وديان يا وديان، متواجدة وديان بهذا الانطلاق بهذا التحدي باحثا عن الكاس. زايد زايد يا زايد، زايد بن مجدل بن عواض العتيبي، الله الله الله، حوار العمالقة يتواجدون ينطلقون. هنالك المنافسة مع الثلاثية المتواجدة على المركز الأول والثاني والثالث. يا سلام، بدأ التكتيك مع بن بنا، الله يا بن بنا، الله الله الله، يتواجد في هذه اللحظات على المركز الأول، يقدم لنا هذا الانطلاق مع تحديات العنود، العنود العنود، عنود الصيد صادتني وأنا من قبلها من صاد. العنود تستهدف الكاس، تبي تصيد الكاس، تنطلق في هذه اللحظات على المركز الأول مع بن بنا. بن بنا من يتواجد على المركز الأول بتحديات هذا الشعار، ولكن زايد زايد يا زايد، زايد بن مجدل بن عواض العتيبي هنالك مع ثاني المراكز إلى أول المراكز، ينطلق مع وديان، وديان يا وديان، وديان على المركز الأول في هذه اللحظات لزايد بن مجدل بن عواض العتيبي. ولكن عايد يا عايد، عايد متواجد في هذه اللحظات على ثاني المراكز مع سليل، سليل الأمجاد، سليل متواجدة منطلقة هنالك مع ثاني المراكز في هذه اللحظات، متيقن عايد بن مناور الضفيري بأن هنالك في المقصورة الرئيسية كاس هنالك بانتظار الفائز بالمركز الأول. الله الله، الانطلاق في هذه اللحظات، وصلت في هذه اللحظات وانطلقت هنالك سياسة سياسة سياسة، وصل سطام بن علي بن شبيب السلي، وصل في هذه اللحظات أول إذاعة لسياسة، سياسة المتواجدة على ثالث المراكز رابعا الشاهينية بشعار بن بنا. شودة شودة، وصلت شودة منطلقة لسلطان بن شافي بن حمود. الله الله الله، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى زهابدة المضمرين، نعود إلى حوار الأصالة، نعود إلى الثنتين المتواجدتين على المركز الأول والثاني. الكاس الكاس الكاس، حير الأذهان حير الأذهان، هنالك زايد بن مجدل بن عواض العتيبي، وهنالك عايد بن مناور الضفيري بخبرة السنين الطوال، بخبرة السنين الطوال. الله الله الله، سليل على المركز الأول، عايد بن مناور الضفيري، عايد يا عايد، عايد يا أبو العوايد، عايد يا أبو العوايد، عايد مع الكاس، مع الكاس، مع سليل، سليل بعروض ممتازة، سليل، سليل على المركز الأول بهذه العروض الممتازة، بانطلاق شيق، بتحدي ملحوظ مع عايد بن مناور الظفيري. سلام لعايد.
زايد سلام سلام هنالك لابو علي سلام للسليل وعروض النهائيه نعم سليل تحقق الكاس كاس الثنايا البكار تهانينا والف مبروك لعايد بن مناور الظفيري على المركز الاول ثاني المراكز زايد بن مجد بن عوض العتيبي ثالث المراكز عبد الله بن مسعود بن بنا شوط السودانيات وتحديات هذا المساء ومعارك هذا المساء ننطلق ونسير والمسيرة تسير وننطلق مع سن الكبار مع شوط السودانيات شوط التحدي والإثارة شوط القوة والإبداع ننطلق ونسير ونرى على مقدمة الشوط على أول المراكز أرى مزعل هجن الأصايل مع المضمر سعد العازمي على المقدمة على الصدارة الأولى ينطلق على أول المراكز أما في ثاني المراكز فأرى الريم قبلان بن جمعان الدوسري على المركز الثاني ثالث المراكز فوصل هذا الشعار فوصل مزاحم نايف بن عزيز بن عبد الرحمن المطيري على المركز الثاني ثالث المراكز من الواصل وصل مرعوش فهد بن مقبل العجمي على المركز الثالث أما في رابع المراكز رابع الواصلين فوصل بحر زيد بن مبارك بن زيد المري على المركز الخامس ولكن في سادس المراكز من الواصل وصل عزام ناصر بن محمد بن عنيزان العجمي ينطلق في سادس المراكز ولكن سابع المراكز فوصل بحر زيد بن مبارك بن زيد المري على سابع المراكز أما في ثامن الأسماء ثامن الواصلين فوصل فهد بن مقبل العجمي مع السالمي على المركز السابع أما في ثامن المراكز فوصلت الضبي علي بن عيد بن مسلم الشلاحي على المركز الثامن تاسع الأسماء فوصل جراح مشعل بن مطلق بن ذعار المطيري على المركز التاسع عاشرا فوصل مسبار حمد بن سالم بن حمد المري على المركز العاشر ووصل هذا الشعار فوصل كيف أحمد بن مبارك بن زيد المري ولكن نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى مزعل إلى المقدمة إلى مزعل إلى هجن الأصايل على المركز الأول ولكن غير مرعوش خطف الصدارة خطف المقدمة ولكن وصل في هذه اللحظات فوصل عزام ناصر بن محمد بن عنيزان العجمي ليخطف المقدمة ليخطف المركز الأول مرحبا بصاحب الإنجازات مرحبا بصاحب البطولة عزام على المركز الأول على الصدارة يخطف المقدمة ولكن ثاني الأسماء ثاني المراكز فوصل مزعل هجن الأصايل على المركز الثاني ثالثا وصل مرعوش فهد بن مقبل العجمي ومزاحم قادم بكل قوة مع نايف بن عزيز المطيري ووصلت الضبي علي بن عيد بن مسلم الشلاحي وصلت صاحبة الإنجازات وصلت في هذه اللحظات لتخطف المركز الثاني على المركز الثاني ولكن من الواصل وصل في هذه اللحظات وصل جراح مشعل بن مطلق بن أدعار المطيري ووصل شعار ربيح بن فراج العجمي مع محسوب ينطلق
على المركز السادس. على سادس المراكز سابعا وصل مسبار حمد بن سالم بن حمد المري على المركز السابع، ولكن من الواصل وصل في هذه اللحظات القادم بكل قوة من الجانب الأيمن وصل. أخميس بن شبيب العجمي، ولكن نعود إلى عزام على المركز الأول على الصدارة على المقدمة. ناصر بن محمد بن عنزان العجمي على المقدمة على الصدارة، عزام على أول المراكز، ولكن الظبي على المركز الثاني. علي بن عيد بن مسلم الشلاحي على ثاني المراكز، ثاني الأسماء، ثاني المتحديين، فوصل مزاحم نايف بن عزيز بن عبد الرحمن المطيري يسلم، وصل المطيري، وصل مشعل بن مطلق بن أدعار المطيري، ووصل محسوب أربيح بن فراج الوطيب، ووصل الصارم، ولكن الظبي، الظبي على المركز الأول على الصدارة، وعزام في صراع الأبطال على المركز الأول وعلى المركز الثاني. يا سلوم الظبي انطلقت إلى المقدمة إلى المركز الأول على الصدارة، ولكن عزام على المركز الثاني. ناصر بن محمد بن عنزان العجمي على المركز الثاني ينطلق، ومن الواصل وصل الصارم حامد بن عوض بن برقيت على المركز الثالث يسلم، ووصل محسوب أربيح بن فراج بن جار الله العجمي، ومزاحم على المركز الخامس. ولكن نعود إلى من انطلقت، الظبي على المركز الأول يسلم السلم، وعزام على المركز الثاني والثالث الصارم. ثلاثة أسماء في صراع في نزاع يسلم، ولكن الظبي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. انطلقت الظبي، ولكن من يحاول من يناول إنه عزام على المركز الثاني يسلم، والصارم في ثالث المراكز يبب ولكن الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو الاقتتال، كيلو عدم الرحمة، كيلو الاقتتال، كيلو المعارك. يا سلام من الواصل، وصل ربيح بن فراج العجمي مع محسوب يسلم، تحركت الظبي ولكن عزام على المركز الثاني يبب وصل في هذه اللحظات، وصل محسوب أربيح بن فراج بن جار الله العجمي يبب اسمان خطيران مثيران للجدل يبب انه محسوب انطلق محسوب أربيح بن فراج بن جار الله العجمي انطلق مع محسوب يغير إلى الصدارة، خطف المركز الأول يسلم، ولكن عزام في ثاني المراكز، عزام على المركز الثاني يسلم، من يحاول من يناول عزام، ولكن محسوب أربيح بن فراج بن جار الله العجمي على المركز الاول. لا والله الا واخلف الدرشيح، اخلف الدرش محسوب أربيح بن فراج بن جار الله العجمي انطلق محسوب يسلم، اي عرض يهز الارض، تزلزلت الارضيه تحت اخف محسوب. وعلى بر
بركة الله تعالى ينطلق شوط الزمول، شوط الركاب، شوط التحديات والإثارة، شوط القوة والإبداع. ننطلق ونسير وننطلق من 6 كيلومترات، هي الحكاية، هي الرواية التي سترويها لنا الأسماء والشعارات المتواجدة الباحثة عن الناموس وعن الانتصار. انطلق شوط الركاب، شوط التحديات، شوط المعارك، شوط التحديات، شوط القوة والحماس والإثارة. ننطلق لنتعرف على أول المراكز على مقدمة الشوط لأرى شاهين، مسفر بن دواس بن مانع العجمي على المركز الأول. أما في ثاني المراكز، ثاني الواصلين، فوصل الميهول بدر بن مطلق بن ماطر العتيبي، وثالث الأسماء، ثالث المراكز، ثالث المتحديين، فوصل المتحد سلطان بن شافي بن حمود العجمي على المركز الثالث. من يعشق هذا الشوط؟ يا سلام، المتواجد سلطان بن شافي بن حمود العجمي مع المتحد ليتحدى جميع المشاركين، ليتحدى جميع المتواجدين. ورابعا رابع المراكز، فوصل دالوب نواف بن مطر بن عويد الفضلي على المركز الرابع. خامس المراكز، خامس المتحديين، فوصل غازي عفوا شاهين ناصر بن محمد بن مسعود المري على المركز الخامس. سادس المراكز، وصل في هذه اللحظات، وصل شاهين ناصر بن محمد بن عنيزان العجمي على المركز السادس. سابع الأسماء، سابع المراكز، وصل منيف محمد بن مسعود بن علي المري، وصل على سابع المراكز. ثامن الأسماء، ثامن المتحديين، وصل في هذه اللحظات، وصل أسعاد حمد بن مسعود بن راشد المري صاحب شاهين، من انتزع المركز الأول في شوط الثنايا للقعدان، الآن مع أسعاد على المركز التاسع، على تاسع المراكز، عفوا ثامن المراكز. تاسعا، وصل الحذر سلطان بن شافي بن حمود العجمي على المركز التاسع. عاشر الأسماء، عاشر المتواجدين، فوصل جلمود بدر بن مطلق بن ماطر العتيبي. أو الآن نعود إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى أول المراكز. نعود إلى الميهول، بدر بن مطلق بن ماطر العتيبي على أول المراكز، على الصدارة الأولى، على المقدمة. ينطلق الميهول لبدر بن مطلق بن ماطر العتيبي، صاحب الإنجاز في الأسبوع الماضي، صاحب الإنجاز في السباق الماضي، الآن على الصدارة والمقدمة. ولكن من الواصل؟ وصل شاهين مسفر بن دواس بن مانع العجمي على المركز الثاني، على ثالث المراكز. فوصل في هذه اللحظات على المركز الثالث، ثالث المراكز، وصل المتحد سلطان بن شافي بن حمود العجمي. رابعا، وصل دالوب
نواف بن مطر بن عويد بن ثامر على المركز الرابع، خامس الأسماء، خامس المتواجدين القادم بكل قوة أصحاب حمد بن مسعود بن راشد المري، وفي عملية التضمير محمد بن حمد بن انشير على المركز الخامس، سادسا الأسماء فوصل كفو محمد بن عبد الهادي بن حمد المري على المركز السادس، سابعا وصل جلمود بدر بن مطلق بن ماطر العتيبي، ووصل شعار بن حمدة، وصل مع منيف محمد بن مسعود بن علي المري، ولكن وصل سراب سعد بن عيد بن شافي الرشيدي، وصل أيضا الحذر سلطان بن شافي بن حمود العجمي، ولكن نعود إلى المقدمة إلى الصدارة لكي يرى الميهول على المقدمة على المركز الأول، ينطلق بشعار بدر بن مطلق بن ماطر العتيبي على أول المراكز على المقدمة على الصدارة الأولى، ينطلق الميهول بدر بن مطلق بن ماطر العتيبي على أول المراكز على المقدمة، ولكن شعار أبو دواس على ثاني المراكز، شاهين مسفر بن دواس بن مانع العجمي على المركز الثاني، والقادم دالوب نواف بن مطر على المركز الثالث، ثالث المراكز، واسحاب قادم بكل قوة على المركز الرابع، خامسا فوصل كفو على المركز الخامس محمد بن عبد الهادي بن حمد المري، ولكن نعود إلى الميهول إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى الصراع الأول، إلى النزاع الأول، انطلق الميهول على أول المراكز، ينطلق بشعار بدر بن مطلق بن ماطر العتيبي على المركز الأول، هل يكرر الإنجاز ولا دالوب له رأي آخر يسلوم، ولكن الميهول على المقدمة على أول المراكز، وفي ثاني المراكز وثاني مراكز دالوب، ثالثا وصل أسعاب، وصل ابن شير، وأيضا كفو القادم بكل قوة مع ابن شير، يوبوي وصل ابن شعفول، وصل متعب، يوسلوب هدرت الزمول عند الكيلو الأخير، يوسلوب الكيلو الخطير، ولكن الميهول مرحبا بصاحب الإنجازات، كفو قادم وأسعاب يوسلوب انطلق صاحب الانجازات صاحب البطولات يوسلوب اسحاب على اول المراكز على المقدمه، وثانيا ايضا بننشير مع كفو على المركز الثاني، يوسلوب الصراع النزاع الاقتتال، يا بوي كفو اسحاب بننشير، ولكن انطلق كفو محمد بن عبد الهادي بن حمد المري، سيارتين في رصيده من لم تأتي من فراغ، يوسلوم انطلق كفو محمد بن عبد الهادي بن حمد المري، يوسلوم صاحب الانجازات عاد كفو لماضيه العريق لماضيه المشرف، يوسلوم يا كفو تهانينا والف مبروك لحصول كفو على المركز الأول محمد بن عبد الهادي بن حمد المري، وثانيا وصل أسعاف قام
متابعينا في كل مكان، متابعين رياضة الآباء والأجداد، أعلنت البداية في هذه اللحظات، أعلنت الانطلاق لأول أشواط الجذاع. ينطلق شوط الامتاع، ينطلق التحدي والمنافسة على أرضية مضمار الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح، الذي يحتضن هذه الشعارات المتنافسة، هذه الشعارات التي تتواجد مع تحديات هذه الأسماء. ننطلق مشاهدين الكرام مع المركز الأول مباشرة. نرى على مقدمة الشوط هنالك ولع على المركز الأول، تنطلق انطلاقا ممتاز بتحديات هذا الشعار مع انطلاقة المتواجدين والمنطلقين مع تحديات هذا الشعار وهذا الانطلاق مع تحديات. هنالك علي بن مسعود بن راشد آل مرة المتواجد على المركز الأول، لكن نقلتنا مشاهدين الكرام إلى المتواجد على ثاني المراكز التي انتقلت بدورها إلى أول المراكز، فهنالك الانطلاق مع سحابة، يا سحابة، سحابة على المركز الأول، صاحبة إنجازات متواجدة على المركز الأول. تقل لنا هذا الشعار، شعار عبد المانع بن حسين بن مانع العجمي، مرحبا يا أبو حسين في هذا الانطلاق في الشوط الأول الرئيسي، شوط الجذاع بتحديات هذه الأسماء المتواجدة. نقلتنا مشاهدين الكرام إلى الظبي المتواجدة على ثالث المراكز مع انطلاقة هذا الشعار، شعار عبد المانع بن حسين بن مانع العجمي الذي يزج باسمين. هنالك مع هذا التحدي الكبير، مع هذا الانطلاق المثير، هنالك الظبي صاحبة إنجازات وصاحبة صولات وجولات، ولكن يا الرشيدي على ويش ناوي يا الرشيدي؟ سعد بن عيد بن شاف الرشيدي وصل في هذه اللحظات، وصل مع وعد، وعد يا وعد، الله الله الله، في رصيدها 11 نقطة، في رصيدها 11 سبقة. يا سلام يا سلام، وصلت وعد على الوعد، يا سلام على الوعد، وصلت في هذه اللحظات، انطلقت إلى المركز الأول. خطيرة وعد يا جماعة، خطيرة خطيرة، متواجدة على المركز الأول وعد لسعد بن عيد بن شاف الرشيدي. ولكن وين بتروح؟ وين بتروح يا الرشيدي؟ وين بتروح من سحابة ومن الظبي المتواجدتين على المركز الثاني والثالث؟ الله الله الله، سوف نرى معركة هنا في هذا التحدي، في هذا المضمار، مع تحديات الأسماء المتواجدة ثاني المراكز. سحابة عبد المانع بن حسين بودواس العجمي، ثالث المراكز الظبي عبد المانع بن حسين بودواس العجمي، أما رابع المراكز، الله، وصل وصل في هذه اللحظات، وصل من يتواجد هنالك، من ينطلق بن بوبح، وصل بشعاره بانطلاقة جبارة لجابر بن ناصر بن جابر آل جفران المري على رابع المراكز. لا تقل أهمية جبارة، نعم لها إنجازات، لها إنجازات ولها صولات وجولات، ولكن في خامس المراكز وصل في هذه اللحظات، وصل المنطلق المتواجد هنالك مع تحديات ولع. هنالك علي بن مسعود بن راشد آل مرة، ولكن تابعوا وراقبوا العنود، وصلت العنود، وصل غدير بن حميد بن عثعيث الراشدي، وصل في هذه اللحظات، قادم من هنالك من تحديات وانطلاقة هنالك دولة الإمارات العربية المتحدة. مرحبا بالأشقاء المتنافسين المتواجدين المنطلقين، وصل بن بنو، يا سلام، وصل بتحديات وانطلاقة هذا الشعار مع تحديات الذئبة، وصلت لعبد الله بن مسعود بن جابر بن بنا، وهنالك بن طحنون، يا سلام يا سلام، ينضم إلى المعركة هنالك مع المتحدة لمحمد بن فهد بن صالح الهاجري المتواجد والمنطلق، وهنالك الوصول والانطلاق
مع اسم آخر، هنالك ضج لناصر بن شافي بن حمود العجمي، ولكن نعود إلى المراكز الأولية، نعود إلى الصفوف الأمامية، نعود إلى سحابة على المركز الأول. أمطري يا سحابة بهماليل النواميس، أمطري يا سحابة هنالك على هذا الشعار، أمطري بالنواميس على هذا الشعار، على شعار هنالك عبد المانع بن حسين بن مانع العجمي. الله الله الله، هذا الشعار الذي يتواجد على المركز الأول، عبد المانع متابعا لانطلاقة هذا الشعار وتحدياته، وعد على المركز الثاني مع سعد بن عيد بن شافي الرشيدي، وصل بن من يتواجد هنالك بن بنا، وصل عبد الله بن مسعود بن بنا مع الذهبة، ووصل هنالك راشد بن علي بن طحنون الهاجري، وصل بتحديات وانطلاقة الواصلة هنالك المتحدة. الله الله، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، الانطلاق هنالك لازال مع سحابة المتواجدة على المركز الأول على مقدمة الشوط، لا زالت هنالك سحابة، سحابة يا سحابة، ولكن بن بنا وصل، بن بنا شعاره خطير في هذا المحترك الكبير. الله الله، التحدي، الإثارة، القوة، الذهاب وسحابة، وهنالك المتحدة وجها لوجه لهذه الشعارات الثلاث المتواجدة، ولكن بن بنا على المركز الأول في هذه اللحظات مع الذهاب على المركز الأول، ولكن الظبي وصلت الظبي في هذه اللحظات، عبد المانع بن حسين بن مانع، ولكن التحدي، الإثارة، اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، بن بنا على المركز الأول، ثاني المراكز وصلت الظبي وهنالك الذهاب لبن بنا، وهنالك الظبي لبن دواس المتواجد على ثاني المراكز مع الظبي المنطلقة، ولكن بن بنا على المركز الأول مع الذهاب لعبد الله بن مسعود بن بنا متواجد على المركز الأول، ثاني المراكز الظبي عبد المانع بن حسين بن مانع العجمي، اللحظات الأخيرة، لحظات مثيرة، ولكن بن بنا طار بناموس هذا الشوط، طار بناموس هذا الشوط. الله الله، الذهاب لعبد الله بن مسعود بن بنا، سلام يا بن بنا، سلام وتحية واحترام على حصول الذهاب على المركز الأول في الشوط الأول الرئيس للجذاع. البكار ثاني المراكز، هنالك الظبي لعبد المانع بن حسين بن مانع على عجمه، ما ثالث المراكز، هنالك راشد بن علي بن طحنون. متابعينا في كل مكان، متابعينا رياضة الآباء والأجداد، أعلنت البداية وأعلن التحدي، أعلنت المنافسة للشوط الثاني للجذاع القعدان، ينطلق بحفظ الله ورعايته من 5 كيلومترات، متمنين للجميع التوفيق في هذا كذلك التحدي والمنافسة لهذه الشعارات المتواجدة. تنطلق هذه الشعارات تتنافس في داخل المضمار، تشكل لوحة إبداعية لهذه الشعارات المتناثرة في داخل الميدان. الله 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 الله، ننطلق مشاهدين الكرام مع المركز الأول مباشرة، فهنالك الصارم على المركز الأول ينطلق انطلاقا ممتاز بتحديات عبد الله بن مانع بن هزاع المطيري على المركز الأول، أما ثاني الأسماء فينطلق هنالك ويتواجد فراج بن محمد أو فهد بن محمد بن فراج العجمي، متواجد مع تحديات هذا الشعار المنطلق، يقدم لنا شاهين المنطلق في ثاني المراكز
يفتز بهذه السلالة العريقة بالدماء الشاهينية التي تستمد الأصالة مع تحديات هذا الاسم. نقلتنا مشاهدين الكرام إلى ثالث الأسماء، فهنالك الانطلاق والتحدي والمنافسة مع الجذاب المتواجد المنطلق مع حشر بن ظفر الهاجري بهذه السلالة العريقة التي تفرض الوجود في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. الجذاب، نعم الجذاب وسلالة الجذاب، وما أدراكم عن هذه السلالة التي سجلت بصمة واضحة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لها علاقة في الأمتار الأخيرة بتحديات هذه السلالة العريقة بالرموز وكذلك بالأشواط الرئيسية. بالتوفيق لجميع المتنافسين. نقلتنا مشاهدين الكرام بدورنا إلى رابع المراكز، هنالك الانطلاق والتحدي مع منافسة الحصان المتواجد المنطلق مع تحديات سعد بن عيد بن شافي الرشيدي متواجد. الله الله يا سعد بن عيد بن شافي الرشيدي، يا سلام، مع تحديات هذا الاسم مع انطلاقة الحصان. نقلتنا مشاهدين الكرام إلى من يتواجد في هذه اللحظات على خامس المراكز، هنالك الانطلاق، هنالك التحدي، هنالك الإثارة مع مثير المتواجد المنطلق مع تحديات راشد بن فاضل بن صويان الهاجري، ينطلق مع خامس المراكز. يا سلام، لك محاسبة يا سعد بن فاضل، لك محاسبة بعد هذا الشوط. نعم هنالك التحدي والإثارة مع انطلاقة سادس المراكز مع تحديات، هنالك الأسماء القادمة، هنالك التحدي والإثارة مع اسم قادم، هنالك التحدي مع بخيت بن حمد بن بخيت المتواجد والمنطلق، ولكن هذا بشعار سلطان بن شافي بن حمود العجمي متواجد بتحديات شعاره بانطلاقته مع هملول لناصر بن شافي بن حمود العجمي، وهنالك الانطلاق والتحدي والمنافسه مع القادم في هذه اللحظات، هنالك مشعل واصل لبخيت بن حمد بن بخيت بن عبيد المري متواجد بشعاره. نقلتنا لشعار بن حمده المتواجد في هذه اللحظات على ثامن المراكز، وصل هنالك وانطلق مع تحديات اسم قادم صغان لناصر بن مسعود بن علي المري متواجد. أما عاشر أو تاسع المراكز، ربيح بن فراج العجمي مقدما لنا تحديات زاهب، وعاشرا هنالك زايد بن مجدل بن عواض العتيبي. نعود مشاهدين الكرام، نعود إلى المتنافسين، نعود إلى الصارم، الصارم الصارم على المركز الأول، الصارم هنالك على مقدمة الشوط بتحدياته بانطلاق بذكرياته مع النواميس، يتواجد في هذه اللحظات على المركز الأول على مقدمة الشوط. الله الله الله، الصارم متواجد لعبد الله بن مانع بن هزاع المطيري، يتقدم الجموع في هذه اللحظات على مقدمة الشوط بهذا التحدي الكبير، بهذه الإثارة الحاضرة مع هذا الشعار. نقلتنا إلى ثاني المراكز، من أول المطاردين، من أول المطاردين للصارم، هنالك شاهين، وصل فراج بن محمد العجمي بشعاره ولكن الملكية لفهد بن محمد بن فراج العجمي متواجد بشعاره وانطلاقته. وصل سعد بن فاضل بن صويان الهاجري، وصل في هذه اللحظات مثير، يا مثير، مثير للجدل، مثير بانطلاقته بتحدياته بتحديات راشد بن فاضل بن صويان الهاجري، وصل مع ثالث المراكز، ورابعا وصل بن عبيد بتحديات شعاره بانطلاقة وتحديات، هنالك مشعل بخيت بن حمد بن بخيت المري. الله الله الله، احتدم الصراع، بدأ النزاع، بدأ التحدي، بدأت الإثارة، بدأت القوة. شاهين يا شاهين، شاهين على المركز الأول لفهد بن محمد بن فراج العجمي على المركز الأول وثاني المراكز، هنالك مثير، مثير
خير لراشد بن فاضل بن صويان. الله الله الله، وصل بن عبيد، وصل بن عبيد في هذه اللحظات مع انطلاقة مشعل. أشعل وتيرة الشوط، مشعل أشعل وتيرة الشوط، أشعل وتيرة الشوط. بن بخيت وصل في هذه اللحظات، بخيت بن حمد بن بخيت المري. الله الله الله، المنافسة، التحدي، الإثارة، القوة حاضرة في مثل هذه التحديات. الله الله، ولكن ولكن شاهين على المركز الأول، شاهين لفهد بن محمد بن فراج الوطيب العجمي على المركز الأول بهذه العروض الممتازة مع مقدمة الشوط. شاهين على المركز الأول، مشعل على ثاني المراكز، ولكن وصل في هذه اللحظات وانطلق هنالك زاهب. زاهب وصل مع الأمتار الأخيرة، زاهب والجذاب حشر بن ظفر الهاجري انضم إلى المعركة، إلى التحدي، إلى الأمتار الأخيرة. أمتار قاتلة، أمتار مجنونة، ارحمي يا هذه الأمتار، هذا التحدي، هذه الإثارة. لحظات أخيرة، لحظات حاسمة. الجذاب شاهين، الجذاب زاهب، شاهين زاهب، زاهب زاهب، شاهين 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 شاهين. الجذاب زاهب، زاهب وشاهين، شاهين شاهين زاهب الجذاب. ولكن دخول جماعي مع ثلاثة أسماء، الجذاب وزاهب وشاهين. الجذاب لحشر بن ظفر الهاجري، وزاهب لربيح بن فراج العجمي، وشاهين لفهد بن محمد بن فراج الوطيب. دخول جماعي للثلاثة المراكز الأولى، نتركه للجنة الخط والتحكيم، لهم الكلمة في مثل هذه التحديات. مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء، نصل وياكم الى هذه الفقره التحليليه المصاحبه لهذا السباق، سباق الكبار الذي احتوى هذا المساء على 5 أشواط من 6 كيلومترات و 4 أشواط من 5 كيلومترات. وكان اهم هذه الاشواط شوط الثنايا الابكار المخصص على الكاس النادي الكويتي لسباق الهجن. كل الشكر والتقدير لرئيس واعضاء النادي على هذا الدعم، والتي استطاعت أن تحصل على هذا الكأس وتذهب بالسلامات إلى عزبة عايد بن مناور الضفيري اللي هي سليل، التي عودتنا دائما بمثل هذه السباقات وهذه الإنجازات، وما هي قريبة على هذا الشعار. وتنحدر هذه البكرة من سلالة موفق من إركاب ابن طحنون، وهي من إنتاج ابن طحنون. وهذه البكرة لها إنجازات عديدة، منها سابقة في ميدان الطائف، والثاني على السيارة في قطر، وهي أخت سليل ناقة الشحانية صاحبة الإنجازات. كل التهاني والتبريكات للسيد عايد بن مناور الضفيري على هذا الإنجاز وعلى هذا الفوز، وأيضا نهني الفائزين في جميع الأشواط، وإلى أن نلتقي وإياكم في فقرة أخرى.